لكم من جديد. على مثوار يرفرف للمرة الأولى في مدينة بني وليد بعد أسابيع من العمليات العسكرية لتحريرها من يد كتائب القذافي التي تحصنت فيها بعد سقوط طرابلس. هذا التطور من شأنه أن يسرع في وتيرة القتال الدائر في سرت لتحريرها من جيوب المقاومة، حيث أخذت المعارك هناك شكل الكر والفر. أفراح واحتفالات بالنصر في بني وليد التي رفع فيها علم الاستقلال أخيرا بعد معارك عنيفة بين الثوار وكتائب القذافي. نحن الآن نقوم بالتصوير من داخل مستشفى بن وليد المركزي، داخل سنتر مدينة بن وليد. بإمكان حتى الكاميرا تشوف السنتر. إطلاق النار اللي تسمع فيه الآن هو فرحة الثوار بالانتصار. ما قيل عن بعض الاشتباكات في المطار هذا غير صحيح، المطار تم تحريره بالكامل. الثوار دخلوا المدينة من ثلاثة محاور، هي الشرق والغرب والجنوب، حتى التقوا هنا في وسط المدينة. المدينة التي بدت شبه خالية من سكانها ظهرت واضحة عليها آثار المعارك وقصف النيتو. الثوار الليبيين كلهم يد واحدة، وما فيش فرق بين مصراتة وبين الزلتان وبين الزاوية، كلهم خوت وهدفهم هدف واحد، ولله الحمد حقق الهدف. أما الثوار الذين جاءوا من معظم المدن الليبية فنجحوا في أسر بعض الجنود القذافي الذين هربوا عبر وادي المردوم، فيما بدت الحالة الصحية والإنسانية مزرية في المدينة التي استمر فيها القتال أياما طويلة، لا سيما المستشفى الرئيسي الذي امتلأ بالجثث. الوضع الصحي سيء جدا، المستشفى زي ما انت شايف متضرر هلبة، ولقينا جثث محروقة وجثث يعني لها من مدة يعني تم تصفيتها وحاطينهم في الداخل، حتى في منهم اعداد كبيره فمش حاطين في اعداد كبيره مش حاطين بعض الجثث، في منهم حاطينهم في الثلاجه، واللي مش لاقي لهم كان حاطينهم برا. ويبقى الجميع في انتظار تحرير مدينه سرت. ها هم الثوار يحتفلون بسيطره كامله على مدينه بني وليد في تاكيد واضح ان ليبيا قد باتت في ايدي ثوارها. من قلب بني وليد احمد بجاتو العربيه. وأحمد يبقى معنا من بني وليد. أحمد، إذا قضي الأمر أم ما زالت هنالك بعض الجيوب تقاوم في بني وليد؟ نعم طالب، قضي الأمر، الثوار استولوا تماما على مدينة بني وليد كما ترى. يعني أنا أقف مع ثوار في أحد معسكراتهم، الثوار يؤكدون والقادة الميدانيون وكما أكدت وجالت كاميرا العربية في معظم أنحاء المدينة، الثوار يسيطرون تماما على المدينة، طاردوا فلول القذافي، يقومون بعمليات تمشيط. قبل قليل عرضت العربية صورة مباشرة لبعض المرتزقة الذين تم القبض عليهم وبعض هوياتهم. الأمور باتت محسومة بشكل كامل لصالح الثوار في هذه المدينة، ولم يبقى سوى سرت. معي الآن أحد الأموال التي أو ما شبيه أو ما أشبه بالأموال التي كان يوزعها القذافي وقيادي الكتائب على المرتزقة. هذه مكتوب عليها 10,000 دولار، لكنها ليست بأموال. هم وعدوا أن يتم تغييرها حال فوز القذافي بهذه الحرب على الثوار. كما ترى معي الرقم 10,000 دولار، لكنها ليست دولارات. هم وعدوا بتغييرها حال فوز القذافي بهذه الحرب. يعني الكثيرين من هؤلاء أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفيات حيث يقوم الثوار بعلاجهم. هم يرون أن علاج هؤلاء الأسرى هو أمر إنساني. أيضا الذين تم القبض عليهم الأسرى والمرتزقة تم توجيههم إلى النقاط الأمنية وجهات التحقيق ليتم التحقيق معهم ليثبت إذا كانوا مطاردين أم لا. طيب أحمد، يعني أنت جلت في معظم الشوارع في بني وليد، أبرز المشاهدات على المستوى الإنساني على المستوى العمراني، ثم هل ثم تحديث في بني وليد عن شخصيات قيادية من كتائب القذافي جرى اعتقالها أو قتلت خلال هذه المعارك؟ يعني بني وليد بعكس سرت لم يتم القبض على قياديين بارزين في الكتائب عكس مدينة سرت، لكن تم القبض على المئات من الجنود الليبيين والمرتزقة الذين كانوا يقاتلون في صفوف القذافي. هم هربوا عبر وادي المردوم، او يعني تشرذموا عبر هذا الوادي فرارا من الثوار. المدينة كانت شبه خالية تماما، الوضع الصحي والإنساني مزري للغاية. الثوار
قبل قليل جاءت عربات وحافلات تضم العديد من المواد الطبية والإغاثية التي سيتم نقلها إلى مستشفيات بني وليد. الأمور يبدو أنها ستكون أفضل في الأيام القادمة حين يقوم الثوار بتزويد المدينة بالاحتياجات الأساسية، حين يعود السكان مرة أخرى إلى هذه المدينة. من بني وليد موفد العربية أحمد بجاتو، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات أحمد.